وبركاته، يا رب تكونوا بخير ودايما نفضل مع بعض. جمعة مباركة. بشكر الجزائريين فرد فرد بجد، دعمهم لمنتخب فلسطين وعلى رأسهم رئيس الجزائر اللي هو بيمثل الشعب الجزائري، قال كلمة حلوة جدا في البطولة المحليين الأخيرة دي على الملاعب، يعني هو بيفتتح الملاعب بيقول ان الملاعب دي تحت امر منتخب فلسطين يلعب فيه المباريات الدولية، وكمان الملاعب دي للمعسكرات لمنتخبات فلسطين بقى كلها، الشباب والناشئين والكبار يجوا يعسكروا عندنا. بصراحة روح جميلة جدا جدا، دي مش حاجة جديدة عن الشعب الجزائري، بنشوف في جميع البطولات اللي بيلعبوها علم الجزائر مع علم فلسطين. حتى محرز لما خد بطولة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي لقيته ماسك علم فلسطين، حاجة جميلة جدا، روح معنوية بيدوها لإخواتهم بدون مقابل. يعني حد يقول لي مثلا إيه هو الجزائريين بعد كل ماتش معاهم علم، هم بياخدوا حاجة، دي حاجة بتطلع ببلاش من قلبهم، لو في مصلحة. ايه المصلحة؟ قول لي دلوقتي كده، حد فاهم ايه المصلحة ان جزائري يمسك فلوس؟ اللي هو دعم اخوه، بيدعم اخوه، بيقول له انا حاسس بيك يا اخي. ده وبصراحة بلاقيها بقطرة كبيرة جدا من الشعب الجزائري. بصراحة شفنا منتخبات كتيرة بتوصل للنهائيات، منتخبات عربية ما بنشوفش يعني علم فلسطين الا مع الابطال الجزائريين. حتى في بطولة البحر المتوسط اللي كانت في الجزائر، لو مثلا واحد كسب حديد او مصارعة او ملاكمة تلاقيه ماسك علم فلسطين. ده دليل على هم متربيين كده، هم متربيين على الاصل والعروبة، فده مش جديد عليهم. انا مش عايز اكتر في الكلام، لكن كان مهم جدا اقول لكم ان الجزائري بيدعم اخوه بدون مقابل، مفيش اي مصلحة، مفيش اي مصلحة. يمكن لو اتكلموا على اي دولة خليجية عندها بترول ولا حاجة، يقول لك ممكن بيطبلوا لهم عشان البلد دي تساعدهم بمعونات ومش عارف ايه، زي مصر مثلا بتساعدها في دول الخليج بتساعدها وده. لكن منتخب فلسطين يعني انا لما بدعم اخويا بدعم بدون مقابل، مش عايز اي حاجة. ربنا يجازي الجميع كل خير، ومتشكرين للاخوة الجزائريين على دعمهم لمنتخبات فلسطين، بيدعوهم يعملوا معسكرات على الملاعب دي وماتشاتهم الدولية، ياخدوا الملاعب دي، حاجة جميلة جدا جدا. شكرا.